وينضم إلينا مشاهدينا مباشرة من أربيل مراسل الحرة حميد زيباري. حميد أهلا بك. يعني أهلا بكم محمد. هذه التعيينات على يعني على أي أساس تمت؟ ما هي مواصفات المسؤولين الجدد الذين حلوا بدل المسؤولين القدامى؟ يعني هل هم حزبيون؟ هل هم ينتمون إلى كتل سياسية؟ هل هي عملية تدوير للوجوه الأمنية؟ ماذا يقول المراقبون؟ محمد، بحسب مراقبين أن هذه التغييرات تأتي من أجل تقليل النفوذ الإيراني في العراق من خلال هذه التغييرات. الجميع يعلم أنه عبد الوهاب الأسدي وكان قائد في جهاز مكافحة الإرهاب وأحيل إلى التقاعد قبل سنتين. تعني عبد الغني الأسدي؟ عبد الغني الأسدي. وعلى ما يبدو أنه مصطفى الكاظمي يريد الاستفادة من خبرات هؤلاء القادة العسكريين القدماء لكون جهاز هذا الجهاز يعني له علاقة بالجانب الأمني، بالإضافة إلى قاسم الأعرج الذي تولى وزارة الداخلية في الحكومات السابقة. وعلى ما يبدو أنه يعني بحسب مراقبين أنه مصطفى الكاظمي لا يستطيع الخروج من سيطرة القوى السياسية من جانب، ومن جانب آخر يريد الاستفادة من خبرات هؤلاء، أي أنه يخضع ل شروط القوى السياسية، ولكن من جانب آخر يريد إجراء تغييرات على هذه المناصب الأمنية بضخ شخصيات جديدة فيها، لكون فالح الفياض كان يتولى ثلاثة مهام في آن واحد: مستشار الأمن القومي، مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز رئيس هيئة الحج الشعبي، وأيضا ورئيس جهاز الأمن الوطني. يعني هذه المناصب الثلاثة في يد شخصية واحدة كانت يعني كانت مبعث انتقادات. حتى فالح الفياض في حكومة سابقة تم إبعاده، ولكن أعيد إليه أو عاد لمنصبه بأمر قضائي. لذا كان هناك من يقول من المراقبين أنه مصطفى الكاظمي لا يستطيع تغيير أو إجراء تغييرات على المناصب الأمنية، لكن بهذا التغيير على ما يبدو أنه يحاول يعني تغيير هذه الوجوه بوجوه وإن كانت قديمة في المناصب، ولكنها ستحتل مناصب جديدة في الحكومة. كأن هذه التغييرات حميد يعني لن تؤثر على موقع فالح الفياض كرئيس لهيئة الحشد الشعبي، أم أن فتح هذا الملف يعني سابق لأوان الآن، ربما يفتح في وقت مقبل؟ محمد، بعد أن تم الإفراج عن المعتقلين المنتمين إلى ميليشيا حزب الله قبل أسبوع، وجهت انتقادات عديدة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. على ما يبدو وبحسب مراقبين أنه ربما فالح الفياض لن يبقى في هذا المنصب أيضا، وربما قد تحدث عليه تغييرات بالاتفاق مع بعض الجهات السياسية المتنفذة وبالأخص من الكتل الشيعية، ولكن لغاية الآن هو باق في منصبه. هناك ضغوطات كبيرة تمارس على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سواء من الجانب الشارع، وهناك أنباء تتحدث أنه هناك ضغوطات أمريكية أيضا للتقليل من النفوذ الإيراني، وأيضا للتقليل من نفوذ الميليشيات على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ولهذا يعني المراقبون يعتقدون أن الخطوة القادمة ستكون باتجاه تغيير فالح الفياض من هذا المنصب أيضا، أو إبعاده من هذا المنصب أيضا. نعم، هل لا تزال العلاقة متوترة بين يعني الأطراف التي اعترضت على عملية اعتقال عناصر كتائب حزب الله ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟ لغاية الآن بالفعل العلاقة متوترة، وعلى ما يبدو أنه هناك أجندات أخرى من قبل بعض الأطراف السياسية، ليس فقط في إطار الميليشيات المسلحة، وإنما حتى في من داخل الأحزاب السياسية، لأن هناك أصوات بدأت ترتفع
سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أو المطالبة باستجوابه في مجلس النواب العراقي كتمهيد لسحب الثقة منه على اعتبار أنه بدأ يمارس مخالفات قانونية ودستورية، وأنه جاء رئيس وزراء ليس منتخب من قبل الشعب وإنما باتفاق سياسي بين الأطراف السياسية، وأنه لا يملك كل هذه الصلاحيات لإجراء كل هذه التغييرات أو لإجراء تغييرات أوسع يطمح إليها مصطفى الكاظمي. على ما يبدو أنه هناك اتفاقات سرية حاليا تجري بين هذه القوى السياسية، ولكن يبقى السؤال هو إلى أي مدى سيتمكنون من تنفيذ أجنداتهم وسحب الثقة مرة أخرى من مصطفى الكاظمي. من أربيل مراسل الحرة حميد زيباري، شكرا جزيلا لك.